اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكون احوالكم على خير. قبل ما نبداو عافاكم، جيبوا حداكم واحد كاس الماء اللي ناويه تطوي حوايجها. جيبي حداك حوايجك باش تطويهم، واللي غياكل عافاكم ما تاكلوش قدامي، راني دايره ريجيم صراحه. والله ما كرهت نوض نجيب ليا واحد الكويس ديال القهوه، ولكن بنت اللذينة ولات كدير ليا شي دقات في القلب، داكشي علاش ما حاطه حدايا حتى شي حاجه. قبل ما نبدا القصه ديال اليوم، ضروري ما نقول وناكد لكم بان الهدف منها هو التوعيه فقط، ونتعلموا نوعاو من اي قصه كنسمعوها وناخذوا منها المهم، متفقين؟ فكنطلب منكم الله يخليكم تكونوا ظريفين في اي بلاصه كنتوا فيها، في الدار، في الخدمه، في الزنقه، في الحمام، في السوبر مارشي، اي بلاصه مشيتي لها كنتمنى انك تكون ظريف فيها، وخصوصا في التعليق عندي لتحت. فكي دايرين؟ لاباس، كنتمنى تكونوا على خير. اللي ما كيعرفنيش، انا سميتي ساره بحرف الصاد، ما فهمتش علاش الوالد عندي كتبها بحرف الصاد. المهم، الا كنتو جداد في هذه القناه ما تنساوش ديروا ابوني واعطوني واحد الفرصه، والا كنتو قدام نتوما حميشاتي وليداتي خواتاتي فاميلتي، نتوما بعدا اصلا بلا ما نحتاج نقول لكم ديروا لايك وتعليقات وداكشي، نتوما الفاميلا ياكم. ونبداو القصه ياك؟ عيقت، نبداو القصه ديال اليوم. وللاسف طرات غير هادي عام، يعني احنا في 2023، طرات غير في 2022، يعني قصه باقا جديده. وهاد القصه انا اللي اختاريتها، انا نقول لكم علاش، حيت نهار اللي سمعتها وقريت عليها قلت ضروري ما نبارطاجيها معكم. علاش؟ حيت حنا ديما كنقولوا بان ما كاينش اللي كيحن على الام قد بنتها، ياك؟ البنت ديما كتكون حنينه على امها، ياك؟ متفقين؟ الا اليوم غدا نصدمكم في واحد المسخوطه اللي غدا تبدل لكم هذه الجمله. هذه مسخوطه ديال ما من الطراز الرفيع، عايشه في جمهوريه مصر العربيه، في واحد المدينه اللي سميتها بورسعيد، ياك؟ الاغلبيه فينا كان كيسمع هذه السميه هذه في الافلام، وسميتها نورهان. ودوماج، والله حتى دوماج، حيت غنوريكم التصويره ديالها. دوماج ان هذه البنت اللي زوينه فريمون زويونه وعندها غير 20 عام وطالبه في الجامعه كتقرا الاداب، ولكن للاسف هاد نورهان زينت السميه ولكن عوجت الافعال. غنوريكم شنو غدير في هاد القصه هذه. فهاد نورهان هذه كانت يلاه تحولت هي وعائلتها من واحد الحومه، ولاو دابا ساكنين في حومه جديده. تحولت هي وامها اللي سميتها داليا، عندها 47 عام ومشرفه في سبيطار خدامه، وكانت يلاه خدمت هذه شي 8 شهور. باها خليل وخوها احمد اللي عنده 15 عام، وخوها الصغير ادم، كانوا مشاو من واحد الحومه سميتها منطقه السلام كاينه نيت في بورسعيد، ولاو في حومه سميتها حي الفيروز وتا هي في بورسعيد. والبنت كانت عايشه في واحد الاسره اللي مجتمعه، ماشي زعما الاب والام طالقين ولا عندهم شي مشاكل ولا ملاقين كي كنقولوا ما ياكلوا ولا شي حاجه، لا، كانت البنت عاديه. ففي هذه الحومه هذه اللي سكنوا فيها كان من وراهم ملاصقه معاهم في واحد العماره واحد العائله، هما قدامين في هذه الحومه، كان عندهم واحد الولد سميتو حسين او لحسين. وهاد الدري هذا كان مراهق باقي صغير، عنده 15 عام قد خوها الصغير. وهاد حسين هذا مع باقي صغير في العمر بزربه تصاحب مع خوته، وخصوصا الدري اللي قدو في العمر اللي قلت لكم احمد. فولاو الدراري ما كيتفارقوش، ديما مجمعين ديما في راس الدرب. ونورهان كتعاود وكتقول بان هاد الدري هذا المراهق هذا حسين كان ديما كيبرزطها، ديما كيوقف لها في الزنقه، ديما كيبغي يهضر معاها، وهي ديما كتقول له سير في حالك، انت بحال خويا الصغير. راكم عارفين كيكونوا شي مرات شي دراري صغار كيديروا لك شي لصقه ما كتفهمهمش، فهو كان واحد من هاد الدراري هذو، كيلجي كيلصقها، عرفتي؟ سامه. ونورهان ما كانتش كتبغي، علاش؟ لان الفرق كان بيناتهم باين، هو عنده 15 عام وهي عندها 20 عام، وسبحان الله في هذا العمر هذا بالضبط في هذه الفتره هذه كيكون الفرق باين بين البنت وبين الدري. المهم بقات موده وهي كتصدر فيه كي كنقولوا، وتتقول لي احنا بحال الخوت. حتى جا شهر 7 ديال 2022 بحال تباعدوا شي شويه، حيت هاد الشهور هذه كتكون عطله، حتى جا الدخول للمدرسه وهو يرجع ثاني كيلصق، ورجع ثاني كيوقفها في الطريق. والخايبه ان هاد نورهان كانت كتمشي لدار حسين باش كتعطي ديكور لاختو الصغيره ابتسام، هكا كان كيشوفها، ورجع كيدوي لها في نفس الموضوع، انا حقا كنبغيك، انا كنموت عليك، انا ما عرفت شنو. دري عنده 15 عام المهم برزطه. حتى لواحد النهار كانت راجعه لدارهم وهو يوقف لها عاوتاني كيلموت، قال لها والو، وهاد المره مشى للنمرة التليفون، قال لها والو غادا تعطيني الرقم ديالك، انا كنبغيك، انا كنموت عليك، انا ما عرفت شنو، ولا ما عطيتينيش النمره غنشري لك صداع مع خوتك، وغنشري لك صداع مع داركم، وغنشري لك صداع بالاخص مع خوك اللي صاحبي. فقالت ليه نورهان عرفتي شنو، بلا ما دير لي المشاكل، انا ما قادراش، هاك اخويا النمره، بسلامه بسلامه. فمع دخلت للدار كتبت لها واحد النمره غريبه، من دخلت قالت شكون هاد النمره هادي، شكون انت؟ قال لها انا حسين. وتما
فين بدات الهضره بيناتهم. غير هي قالت لك انا كنت ديما كنقول له غير لاباس كي داير بخير، ولكن هو ديما كان كيبغي يخرج برا على الموضوع، لا انا كنبغيك لا انا ما عرفتش شنو، ديما كيرجع على داك الموضوع اللي هي قالت لك كانت كتسلت منه. ولكن واخا هكاك نتوما عارفين البنت باقا واخا هكاك صغيره، على ما بان ليا تعقلها باقي شويه صغير، وهي عاوتاني ما قدرت قال لك تقول حتى شي حاجه لدارهم حيت خافت، خافت يدير المشاكل، خافت يضرب، خافت والديها ينوضوا ليها، فبقات ساقله وبقات واخا هكاك كماله كتهضر معاه. ايوا قال لك واحد النهار جالسه هي في الدار حتى كتسمع شي واحد كيدق في الباب، ناضت حلات الباب، شكون اللي لقات؟ لقات حسين. قالت له شنو كدير هنا؟ قال لا كاين شي واحد في الدار. قالت لي لا ما كاين حتى شي واحد. غا مع سمع ديك لا ما كاين حتى شي واحد ادفع الباب وتم داخل، جلس لها تما في وسط الصالون وبدا عليها في الدراما، علاش ما كتبغينيش وانا كنبغيك وانا كنموت عليك وانت ما كديهاش فيا وانا باغي غير نتزوجك وانت حبيبتي وانت معاك. المهم داك هي كلها في دماغها، هي شافته دار لها الدراما ما بغاش يسكت، هي تقول له عرفتي شنو كي كنقولوا حنايا؟ قالت له صافي يلا نتصاحبوا ونشوفوا من تما كي غتبدا العلاقه. وطبعا هو مع قالت لي عرفتي شنو يلا نتصاحبوا صافي دار دارو، بدا كيلح في يدي بدا كيتحرش بها. ما علينا بيني وبينكم هي فتحت ليه الباب، ما علينا. مع الوقت ومع كثره الهضره بيناتهم بداو كيتلاقاو، مره كيتلاقاو يتمشاو، مره كيبداو يهضروا في التليفون، مره بداو كيبعدوا كيتساراو، مره بداو كيخرجوا علنا قدام الناس. المهم صاحبهم ولات على برا كياخذوه. حتى لواحد النهار قال لك اتفقوا انهم يتلاقاو في الدار. واسمعوا معايا شنو غيطرى دابا. جا عندها مع ديك السبعه ديال العشيه، امها كانت باقا في الخدمه، باها خارج داي معاه ولدو الكبير وخوها الصغير كيلعب في الزنقه. جا حسين دفع الباب كالعهده الدار دارو، دخل ريح، قال لها صايبين لنا كويس القهوه، ناضت نورهان صايبت ليه قهيوه وصايبت لها قهيوه وجلسوا كيهردوا الناب. واحد شويه وهي تنوض الاستاذه وقالت ليه حقه غندخل ندوش. منين هزات هي حوايجها وداكشي ودخلت باش تدوش، هو جاب البيسي ديال ما كان في البيت ديال ما، جابو جلس وملهي فيه بما الاستاذه دخلت الدوش. من دخلت هي باش تدوش بقات كتشوف حوايجها وهي تقول نسيت الفوطه، وهي تقول صافي عرفتي شنو تندوش ونسالي ونعيط على حسين وتقول ليه مد ليا الفوطه. ايوا قال لك مي كانت هي كدوش كل ساعه هو كيبدا يهضر من تحت الباب ويقول لها اشنو ندخل اشنو نجي ندوش معاك اشنو. نتوما عارفين واحد عنده 15 عام اش غايقول. وهي كانت ساقله ما كتبغيش تجاوبه حتى سالت تدواش، ومنين سالت تدواش تفكرت انها نسات الفوطه وهي تحل الباب. حق حسين جيب لي الفوطه راه معلقه في الباب ديال البيت ديال ماما. ناض حسين جاب ليها الفوطه، هي حل الباب شي شويه مد ليها الفوطه، مع شدت الفوطه ادفع الباب ودخل. قال لك هي تخلعات شي كتعاود تخلعات، دارت الفوطه غطات راسها. ناض هو قال لها عرفتي شنو انا غندوش انا وياك. ايوا نتوما كملوا فراسكم اشنو طرا. وتخيلوا نتوما ديك الساعه جوج براهش ما عندهم عقل حتى واحد، اللوجيك ما حاضره عنده، اشنو دار؟ صافي كملوا نتوما من عقلكم. حتى لواحد النهار دخلت ماما هداليا دخلت على نورهان البيت، شنو كتلقى؟ كتلقى السي حسين مجبد حدا بنتها ناعس، فمشات كتجري غوتت على باباها قالت ليه اجي تشوف بنتك شنو دايره. ومين جا ليهم باها خليل قال لها اش هادشي؟ قالت ليه حقه البارح وتا هو كيعاود معاها وهو داير راسو صغيور حيت زعما 15 عام داير راسو ولا حقه بحال خوها الصغير ما فاهمش مخلوع. فقالت لي حقه البارح تبعوه البوليس وبغاو ياخذوا منه لاكارت، هو ما عندوش لاكارت فهرب منهم، جات خبا في العماره، طلع دق حليت الباب دخل. ومين دخل هو قال لك سحب له راه داخل الشومبر ديال احمد، حتى الصباح عاد كيلقى راسو ناعس حدا نورهان فتيقهم، حيت قال هذا اصلا باقي دري صغير وبنتي كبيره بعقلها ما يمكنش غي يمشي بعيد في التفكير. فبات نورهان دازت عليه هذه الكذبه، ولكن موت نورهان الهضره ديالها ما دازتلهاش كاع في دماغها. نتوما راه عارفين الام كاين شي حاجات واخا تعيط كذبي كتعاقبك كتعاقبك، فما دازتلهاش هذه الهضره وحلفت عليها، حيدت لها التليفون ولات حاضيه الهضور ديالها، بقات كتخليها لا تخرج لا تدرج بلا العلم ديالها. صافي حبست عليها وقطعت عليها الماء والضوء وقالت ليها غنعاود نشك ولا نسمع شي حاجه غنقولها نيشان لباك وغنفضحك. ومسكينه الام ديالها داليا مع الوقت سمحات ليها. وشنو دارت المسكينه؟ ناضت كتجمع ليها في دار، كتجمع ليها الفلوس، وناضت دبرت ليها على عريس، ودارت ليها واحد الخطبه مطرطقه حيت بغات مسكينه تستر بنتها. وداكشي اللي كان المسكينه دارت لها واحد الخطبه خطيره وعلت بها وكبرت بها قدام دار العريس وقدام عريسها. واحد النهار نورهان المسخيطه مشات لافاك راجعه لدارهم، وقفت في دار حسين باش تهضر معاه، واخا كانوا دارهم ما كانش مشكل حيت هما اصلا مولفينه كتعطي مراجعه بنتهم. فوقفت كتهضر معاه قالت لي حسين شوف ماما خدات لي التليفون، ماما حبست عليا كل شيء، ما كنقدر لا نخرج لا ندرج حتى كتكون هي عارفه.
خليك انت في اتساع، انا من غدا نقدر انا غنجي وغنهضر معاك. فالاستاذ حسين اش قال ليها؟ قال لها عرفتي ديك ماماك انا غدا نقتلها. فهي كان كيسحب لها كيضحك، قالت ليها صافي صافي واخا واخا انتي زعما، قالت راه كيضحك. وزاد قال لها حسين انا ماماك غنقتلها نهار الاثنين. علاش الاثنين؟ حيت هي العطله ديالها مسكينه. ونهار الثلاث 13 ديسمبر 2022 مشات نورهان باش تقدا شي حاجه لدارهم، وتما وهي تلاقى حسين هو يوقفها قال لها شوفي انا راه باقي على داكشي اللي قلت لك، انا ماماك راه غطاري غتنزلي باغي نقتلها. هي تقول واش انت تسطيتي؟ قال لها والو اللي فراسي فراسي، وعرفتي شنو ماماك غدا غدا نقتلوها، اتفقوا لك المساخيط بجوج انهم لا غد ليه غدا يقتلوها. صخت يا لطيف وحق الله العظيم. المهم نهار الاربعاء 14 ديسمبر يعني لا غد ليه في 2022 قرروا انهم ينفذوا هذه المصيبه بالليل، الوقيته اللي كترجع ماماها نورهان من الخدمه. نهار الاربعاء ناضت الاستاذه كتفطر هي وباها وخوتها عادي، جلسوا فطروا ترونكيل. باها ناض لبس حويجاته مشى للخدمه. مع ديك 3:30 رجعت ماماها من الخدمه، ومع ديك 4 خوها احمد خرج من الدار، وخوها الصغير ناض مع وصلت ماماها هبط مسكين كيجري للزنقه باش يلعب. وموراها بواحد شويه نورهان ناضت دات مع اخوها ادم ومشات باش دير المراجعه. قلت لكم في الاول هي كتعطي دروس خصوصيه، فمشات دير المراجعه لشي وليدات عندها. مع 7:30 رجعت للدار، مع وصلات دخلات مها ديك الساعه كانت يلاه فقت من النعاس حيت من جات من الخدمه دخلت باش تكا واحد شويه. وخوها ادم خرج كيجري عاوتاني للزنيقه، راكم عارفين دري صغير خرج كيجري يلعب. فما شنو قالت لها؟ قالت لها ديري لنا واحد كويز ديال اتاي واجي نجلس انا وياك نجمعوا شي شويه. مشات دارت نورهان كويز ديال اتاي شرباتو هي وما، وهي تقول لها ما عرفتي شنو انا غندخل غنمشي نزيد نرتاح شي شويه راني حاسه براسي عيانه. قالت لها صافي ماما سيري دخلي تنسي. مها رجعت للبيت ديالها باش ترتاح، نورهان بدات كدور فطار واحد شويه تخرج للبالكون جلسات فيه قالت لك باش تشم شويه الهواء. ومع جلست في البالكون كيبان لها من التحت حسين داير بيديه بحال هكا بحال التليفون وكيقول لها عيطي ليا. فناضت هي مشات كتجري جابت التليفون باش تعيط ليه، هو يقول ليها انا طالع باش نساليو الموضوع ديالنا وداكشي اللي اتفقنا عليه. قال ليها اليوم خصها تموت حيت هي ما مخليناش نبغيو بعضياتنا، واقفه لينا بحال العصيه في الرويضه. المهم اليوم قرر انه يحيد امها. هي تقول ليه الاستاذه بلاصه ما تقول له لا وانت اش كتقول؟ قالت لي انا راني خايفه خويا راه كاين وخويا الاخر شويه وغيرجع وبابا من غيسالي الخدمه. المهم دارت ليه الدراما قالت لي لا حقا انا راني خايفه، ويقول لها لا 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 ما تخافيش تخافيش فهمتي زعما رجوله فهمتي. قال لها ما تخافيش هادشي غادي نقضيه بزربه، غنطلع بزربه غادي نحيد هادشي هذا علينا باش نرتاحوا. وهي قالت ليه صافي واخا. وقبل ما يطلع قال لها بغيتك تسخني الماء عطيتي غلي حيت هاد الماء هذا غنحتاجوه باش نكبوه لماماك على وجهها. وهي تقول ليه اوكي. ايوا وجه العنكبوت طلع للدار، مع حلات ليه الباب السيد هز في يديه زرواطه عرفتي دوك الزراوط الخايبين كاع دوك اللي فيهم المسامر لاصقين، واليد الاخرى هز فيها مطرقه. ايوا حل ليه الباب وهو داخل كيشمهر وش حكه فينا يمك؟ قالت له ماما في البيت ناعسه. ودخل كيتسلت لعندها مسكينه ناعسه في الظلمه، وهي الغرابه الاخرى واقفه في الباب كتساين بحال شي واحد زعما غرفه العمليات واقفه كتساين مسخوطه الاخرى. فعافاكم هادشي اللي غنعاود لكم دابا صحاب القلوب الرهيفه الا ما كنتوش قادرين دوزوه. فدخل لعندها ونزل عليها بهاد الزرواطه اللي قلت لكم فيها المسامر، نزل عليها مسكينه للراس. فهي فاقت فاقت ما حيلتها للخلعه ما حيلتها للحريق، فاقت كتغوت مسكينه ما فاهمش شنو واقع ليها. ناضت وبغات تهرب، فهو مين شافها باغا تهرب شدها من شعرها وبقى جاره حتى داها للكلوار ديال برا. وتما شنو دار؟ حكمها للارض قلب بحال جلس فوق منها ياك باش ما تتحركش، ودار لعند نورهان هو يقول لها سيري كتجري جيبي لي داك الماء اللي غليتي جيبيه ليا باش نكبوه لها فوق وجهها. فناضت المسخوطه مشات تجيب طنجره ديال الماء مدتها ليه كبها ليها فوق وجهها، ومسكينه بالحريق بدات كتغوت ربي اللي خلقها. هو من شافها بحال هكا كتغوت دار لعند نورهان قال لها عرفتي شنو غديري؟ سيري للكوزينه وجيبي لي الدجاج. هي طارت مشات للكوزينه كتجيب ليه موس، قال لها لا لا لا. من شاف الموس قال لها لا 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 هذا ما غيقديش جيبي ليا الدجاج. وطبعا طبعا مال الصقعه مشات عاوتاني كتجري للكوزينه باش تجيب ليه الجاج اللي هو قال ليها. وهي ديك الوقيته اللي مشات كتجيب ليه الجاج هو كان هابط على ما بالمطرقه كيضرب فيها وجارها للبيت. مشات جابت ليه واحد الكاس هرسو هز الجاجة وبدا كيضرب فما. وللاسف ان من دخلها للبيت حيت هو جرها دخلها للبيت بيد ما نورهان جابت ليه الجاج، من رجعت نورهان هي عاوناته باش هزت ما وحطتها فوق الناموسيه. شوفوا الرضا، هزتها معاه وحطتها فوق الناموسيه وبدا كيقول لها ولا صافي يلا خرجي ما تشوفيش هذا الشيء.
خايف عليها. ومسكينه امها فهاد الوقيته كامله كتزاوق بنتها كتقول لها عافاك قولي ليه يبعد مني، عافاك قولي ليه ما يقتلنيش، قولي ليه ما يذبحنيش. والو البنت خرجات حيت طبعا حسين قال لها خاصنا نفنيوها حيتاش الا بقات عايشه غادا تفضحني انا وياك، وخرجات وخلاته كيقتل فمها. نعلت الله عليهم، نعلت الله عليهم بجوج. المهم خرجات هي في ديك الوقيته صونا باب الدار، هو يقول لها ما تخلي حتى شي واحد يدخل، داكشي اللي دارت ما حلاتش باب الدار، وبقات كتمسح داك الدمايات اللي كانت في الكولوار الحداقه. واحد شويه ما بقات كتسمع لا صداع لا غوات لا والو، فدخلت للشومبر وكتلقى امها في الارض مغطيه، وهي تشوف حسين قالت له شنو درتي زعما فهمتي الظلم، قال لها صافي حيدناها علينا تهنينا دابا غنقدروا نبغيوا بعضياتنا في سلام. ايوا من بعد من سالاو هاد المصيبه حق الله ما عندها شي سميه، من سالاو هاد الشيء وكي كيقولوا المصريين خلص عليها، ناض الدار اللي عندها وباقي كيتامر فيها، قال لها حكا سيري جيبي ميكا باش نجمعوا فيها حوايجنا ونجمعوا فيها هاد الماتيريال ديالنا ديال الخدمه، ومشات وجابت ليه ميكا وجمعوا داك الشيء. وهنا فين غايبان ليكم عقل البوبوشه اللي عندهم، علاش اتفقوا؟ اتفقوا حكا باش هي تعيط لباها وتقول ليه راه ماما عيات ودينا للسبيطار باش هكا هما يتعطلوا الوقيته اللي هما يجمعوا حوايجهم ويغسلوا حيدوا الدمايات. كانوا متفقين ان يهزوا امها ويديوها يخرجوها للزنقه ويلوحوها، دابا تخيلوا. ولكن سبحان الله مع الزنقه كانت عامره ومقشقشه بعباد الله ما قدروش وجاتهم ثقيله، فخلاوها في الدار وهربوا. وفعلا من خرجوا من الدار داز غير واحد المده وهي عيط ليها باها، حيت بصح هما كانوا تيقوها ومشاو للسبيطار. عيط لها قال لها ما كايناش امك، قلبنا عليها كاع ما كاينه، واش انت كتفلاي واش عارف راسك اش كتقولي. وناض جمع ولادو حيت كانوا معاه ورجع بحالاته للدار. معاه كيحل المسكين باب الدار كيلقى مرتو في الارض ميته كلها دمايات، فناض ديك الساعه كيعيط للبوليس، البوليس حضروا تم تم بكثره الهول اللي سمعوا والخلعه اللي سمعوا في التليفون ديك الساعه حضروا. وطبعا بداو كيقلبوا في الدار باش يعرفوا منين جاي هاد الشيء هذا. ومنين كانوا كيقلبوا لقاو واحد التيشيرت فيه الدم، يمكن كان طاح ليهم في ديك الوقيته اللي كانوا كيجمعوا الماتيريال ديالهم طاح. فخوها احمد من شاف هذاك التيشيرت ويقول لهم هاد التيشيرت هذا ديال حسين صاحبي جارنا اللي ساكن من ورانا. فهما مع سمعوا هذاك الشيء ناضوا كيقلبوا عليه، وفعلا من هزوا البصمات اللي كاينين في الدار والبصمات اللي كانوا فيهم شويه ديال الدم لقاوهم بالصح ديال هذاك البعلوك اللي ساكن من وراهم. فشنو داروا؟ قلبوا عليه شدوه جابوه لعندهم باش يبدا التحقيق. وطبعا مع اول جوج تمرميقات خدا بدا كيقر صافي، بقات كيبغيني وكنبغي ولا وانا غنحيد ما جوج تصرفيقات بدا كيهضر خوال مزيوده كلها. وطبعا مع بدا كيعاود وبدا بدا كيقر فضح نورهان وناضو جابوا المسخوطه حتى هي يا. غير هي في الاول كانت كتنكر، قالت لك لا حقا دخل شفار للدار هو اللي قتل ماما وانا ما عارفاش وانا ما شغليش. عطاوها من نفس المقبلات اللي عطاو لحسين جوج تمرميقات، وطبعا حتى هي بدات كتقر حيت الدراري صغار. وهذا الشيء زيد عليه ان البوليس كانوا لقاو عندهم في التليفونات الهضره، ولقاو عندهم حتى دي زوديو شوفوا قلبوا ببوشه، ولقاو شي ميساجات مسوحين رجعوهم، حيت طبعا شحال من واحد كيبغي شي يدير في دماغه راه ماشي اينشتاين، راه واخا تمسح الميساج راه عندهم اللي رجعوا. فرجعوا الميساجات ولقاو بيناتهم واحد الكونفرساسيون هذاك النهار من داك الشيء الرفيع، عرفتي غرقتهم غرقه ديال بصح. زيد عليهم ان حسين ملي كان خدا داك جوج تمرميقات كان قر لهم حتى الماتيريال فين كانوا حطوه. ومن بعد ما سالوا التحقيق دازوا للمحكمه، وحكمت المحكمه ديال بورسعيد على نورهان، انا ندوي دابا على نورهان، حكمت عليها بالاعدام. وبيني وبينكم وحق الله حتى الاعدام ما يبرد الغديد، نقول لكم كون كان شي عذاب اخر والله تبغاه ليها. اما الاستاذ حسين وجه العنكبوته ما حكموش عليه بالاعدام، تخيلوا شتي نورهان ما حكموش عليه بالاعدام، علاش؟ لانه باقي قاصر عنده 15 عام. اي فلا ضربوه بالحبس، مشى بحال اللي تقولوا الاصلاحيه وضربوه بالحبس. وغا باش تعرفوا راه هاد القضيه هادي كانت مرونه مصر، الروينه فيها بهاد القضيه هادي، ما فهموش كيفاش بنت في هاد العمر كدير هاد الشيء لامها، وما فهموش كيفاش واحد يلاه حط رجليه في الدنيا يلاه بدا عنده هاد الشر كامل وقدر انه يقتل المراه. عرفتي واحد رزا حياته ووحده رزات حياتها وضاعت منها امها، الانسانه الوحيده اللي كدعي ليها من القلب، وخرجت على باها وخرجت حتى على خوتها. اصحاب لكم هاد الشيء هذا غادي يسالي داك النهار الاعدام؟ لا، غيبقى مساكن تابعهم حتى يموتوا، فخرجت على راسها وعلى اللي دايرين بها.
عالمنا اقسم بالله تكحل، راه ماشي كلشي كيوصل لينا، راه كيوقعوا شي مصايب والله العظيم حتى كيبينوا العالم ديالنا كحل. راه ما كنفهمش الام اللي مسكينه شي مرات كتلقاها عندها 10 ديال الدراري وكتهلا فيهم ب10 بماكلتهم بلباسهم بفراشهم، وفي الاخر هاد العشرة كيبقاو مقاتلين بعضياتهم، لا انت خذها لا انت خليها عندك، لا انا ما قادرش، لا انا غدير لي الصداع. وكاين اللي كاع كيقتل امه بحال هاد المسخوطه هادي ديال نورهان. الله يحفظ لينا والدينا يا سيدي ربي، واللي ماتوا الله يرحمهم والله يجمعنا بهم ان شاء الله. ايوا واش غنقول لكم، خليوا لي تعاليقكم، الله يعطيكم الستر وعطيوني الراي ديالكم في هذه القصه هذه. البنات الدراري الله يرحم بها الوالدين، شي داك الحب والبغو وداك الشيء اقسم بالله حتى كنحسوا بحال شي ميكرو. غلط غلط غلط، داك الشيء اللي كتشوفوه في التلفازه غلط، ما كاينش هذاك الشيء، ما كاينش. راه هذاك الشيء غير بحال شي فيروس او لا ميكروب كيبلوكيكم من الاهداف ديالكم باش ما تبقاوش مركزين في حياتكم، وكيعميك على الواقع. قال لك البغو والحب وما عرفت شنو، شوفوا هذاك الشيء ما عنده قيمه. عرفتي شنو اللي عنده قيمة؟ المودة والرحمة فقط. نهار تعرفوا الفرق بين الحب والمودة والرحمة، ديك الساعة اختاروا على راحتكم، ديك الساعة احنا نطبلوا لكم في عرسكم ونزغرتوا. المهم حميشاتي تهلاو فراتكم بزاف بزاف، ما تنساوش لايك، ما تنساوش خليوا لي تعليق، بارطاجي هذا الفيديو اللي عجبتك. تهلاو فراتكم، نتلاقاو في القصة الجاية. سلامة.